بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينظم فضاء رواق التوأم بمدينة برشيد لبيع الملابس الجاهزة بالجملة والتقسيط، قرعة للفوز بمجموعة من الجوائز أبرزها كبش العيد وثلاجة وهدايا متنوعة لفائدة زبنائه الكرام. ويتكون فضاء رواق التوأم من سفل زائد 3 طوابق، رواق خاص بالقميص والعباية والبيجامة والشلالب والفوطة 3 بياس، رواق خاص بجميع أنواع الملابس الداخلية، رواق خاص بالملابس العصرية وملابس الأطفال، رواق خاص بالملابس الأطفال حديثي الولادة والرضع، هذا بالإضافة إلى قائمة طويلة من الملابس وفق مواصفات تقليدية وعصرية ومن مختلف الأشكال بما يليق مع رغبات وأذواق الزبائن، وذلك بأثمنة جد مناسبة. فللمزيد من المعلومات يرجى الانتقال إلى مقر رواء الكائن بزنقة عثمان بن عفان قرب مدرسة الوفاق الخصوصية بالقصرية، أو الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية